عسلامة الناس الكل. منتخب الجزائر يترشح رسميا الكاس افريقيا الكامرون، مبروك للمنتخب الوطني الجزائري بهذا الترشح. بتعادوا بتبيع اليوم ضد منتخب زيمبابوي 2-2، منتخب زيمبابوي تعادل بتبيع وسجل الهدف متاع التعادل في دقيقة 82. مباراة بطولية للمنتخب الجزائري، خاصة في الشوط الاول كان منتخب الجزائري هو اللي مسيطر وعمل اللي حب وسجل زوز اهداف من اعلى طراز وتألق مرة اخرى لرياض محرز. وبطبيعة في الشوط الثاني الكونديسيون فيزيك متاع الملاعبية متاع الجزائري طاحت نوعا ما شوية، ذاك علاش اختار باش يوخر شوية ويأمن المناطق متاعه صحيح قبل الهدف، لكنه اليوم ترشح ويحافظ على السلسلة متاع 22 بطبيعة مباراة بدون هزيمة ويترشح الكاس افريقيا قبل زوز جولات. مبروك المنتخب الجزائري اللي حامل اللقب، بطبيعة شبشي يرجع يدافع على اللقب متاعه، وان شاء الله بطبيعة بالتوفيق ليه. اليوم باش نحكيه على المباراة هذه، باش نحلو المباراة هذه قبل ما نمشيه للحاجات هذه كل. كان وصلك الفيديو ما تنساش باش تعمل الجيم، تعمل لابوني، تبارتاجي الفيديو خلي يشوفو اكثر عباد ممكن، وكان تحب بطبيعة تنزل على الجرس باش اول ما نهبط الفيديو تشوفو اول باول. قبل ما احكيو على الشوط الاول، اول حاجه نحكيو على التشكيله اليوم اللي صار فيها اربع تغييرات. اليوم دخول بطبيعه بالعمري في وسط دفاع مع ميندي، في وسط الميدان بطبيعه في بلاصه عبيد يلعب جيديورا، كوم ايلي غوش يخرج ابراهيم يدخل بالرحمه، وفي الاتاك ديلور بلاصه بونجاح. اربع تغييرات معناها مش شويه في الكرة. رغم هذا الكل شفنا المنتخب الجزائري في الشوط الاول اداء كبير برشا. اليوم فما عامل الحرارة، عامل ارتفاع على سطح البحر، دونك حاجة تتقلق برشا. رغم هذا الكل شفنا المنتخب الجزائري ستابل، المنتخب الجزائري يميتريزي في الكرة كما نعرفوه هو اللي مسيطر، دونك بحكم العامل هذا بتاع الحرارة، بحكم زادة بالماضي مدرب ذكي يعرف اللي كونديسيون فيزيك باش تطيح. ال 15 دقيقة الأولى ما تخلش المنتخب الجزائري بالضغط كبير، خاصة في البريسينج، يعرف أنه لازم يقسم المباراة على فترات. بطبيعة 15 دقيقة لعب شفنا منتخب زيمبابوي كيفاش فما محاولات صغيرة، محاولات قليلة، يلعب في الكرات الطويلة خاصة في العمق نتاع الدفاع نتاع منتخب الجزائري. منتخب زيمبابوي عنده بطبيعة ديزاتاكون طويل على الأخر، جاباري كان لهم بالمرصاد ميندي وبالعمري، وكان لهم واقفين مليح ما خلاوهمش يوصلوا للحارس المرمى ويسجلوا أول هدف خاصة في 15 دقيقة الأولى. بعد 15 دقيقة الأولى شفنا المنتخب الجزائري ياخذ زمام الامور، ياخذ الكره يسيطر، هو شفناه نوعا ما سيطره بالطول والعرض، معناها كيفاش يدور كره. رجعت المنتخب الجزائري اللي نعرفوه، رجعت التمريرات القصيره، ملاعبيه منظمين بطبيعه. منتخب الجزائر يلعب سيستم 4-3-3، زاد يولي سيستم 4-1-4-1. شفنا القوه الكل خاصه مرتكزه على الجهه اليمنى نتاع رياض محرز، كيفاش الكره تدور على اليسار بعد تمشي على اليمين، شفنا قلبان اللاعب وشفنا معناها الخطوره نتاع رياض محرز والتالق نتاعو، وجاب هو معناها هو كان وراء زوز اهداف، معناها الاولى من تمريره بطبيعه عالميه والثانيه باش نحكيو عليه بطبيعه. اليوم شفنا خشونه كبيره برشا من منتخب زيمبابوي يلعب بطبيعه في ارضيه ميدانه، خشونه كبيره ياسر، اندفاع كبير ياسر. الملاعبيه الحمد لله نتاع المنتخب الجزائري عارفوا كيفاش يتعاملوا مع الخشونه هذه، ما فماش اصابات، وشفناه خرج من برشا وضعيات بسلامات. تمرير الكره شفناه في ليزانترفال، كرات القصيره ساعات الكره بعد ما المنتخب الجزائري يسيطر يطلع البلوك نتاعو، شوفوا ساعات تمريره خاطئه، نشوفوا جيديورا يعطي تمريره خاطئه. المنتخب الجزائري بطبيعه يحاول يبني الكره من تالي، لاتاك بلاسي الكره تدور على اكثر عدد ممكن من الملاعبيه، شفناه كيفاش يستحوذ على الكره، طلوع بطبيعه الازهر بن سبعيني على اليسار وحلاميه على اليمين. وكما قلنا رياض محرز كانت القوه الكل في عنده هو، خاصه اليوم كان في الفورم نتاعو رغم الاصابه، شفناه يتشكى معناها في وجيعه في ظهره. الهدف الاول يجي من سونتراج كبير ياسر عالمي بدقه كبيره ياسر بالمقاس، نقولوا احنا رياض محرز يعمل توزيعه عالميه. الديلور اليوم تسمى عدى مباراة باهية، ثاني هدف ليه اليوم بطبيعة في 10 مباريات. الهدف الأول دقيقة 33 يطلع ديلور فوق الكل ويحط الكرة في المرمى، هدف عالمي. شفنا قبل الهدف هذايا كيفاش يسخن الهدف هذايا بطبيعة بعد ما رياض محرز عمل برشا توزيعات، العديد من التوزيعات، شفنا التوغلات كيف شفنا لي باليريتي. اليوم رياض محرز ما عرفش يمكن كيفاش يشوطهم خاصة في الشوط الأول، وجاء الهدف الأول اللي خلى معناها المنتخب الجزائري يتقدم
في النتيجة ويلعب أكثر بأريحية. بعد البونتو هذا البونتو الثاني ما يبطاش برشا خدمة كبيرة ياسر في لقطة وإلا في عملية وقت اللي منتخب الجزائري مؤخر التالي منتخب الزيمبابوي معناها طالع بالثقل بتاعه الكل وفي ظهره الاسباس تتفك الكرة في المناطق متاعه المنتخب الجزائري بتبيع بالرحمة ياخو كرة بالسرعة متاعه من وسط الميدان يقلب كرة دياغونال المحرز لنا محرز نشوفه في كونترول يدرس كونترول عالمي كونترول من كوكب آخر من قارة أخرى من عالم آخر باليسار بالإكستيريور يوقف كرة كروشي بالديفنسور يعاود كروشي مرة أخرى بالديفنسور مرة أخرى بساقه اليسار دي كرة على ساقه اليمين ساقو الميتا بتبيع هو يلعب ساقو اليسار وبونتو عالمي بونتو من اعلى طراز بونتو نقولوا احنا بالتوسي هنتل بيه الدفاع نتاع منتخب زيمبابوي اللي شفناه في مهب الريح رياض محرز صراحه لاعب من اعلى طراز لاعب كبير لاعب معناها ينجم يعمل لك في اي لحظه الفارق عنده اهداف جميله على الاخر التكنيك بتاع الكنترول نجمش اي لاعب يعملها وهذه حاجه كبيره برشا في المنتخب الجزائري اللاعب هذا رغم اللي هو مظلوم في السيتي لكنه اليوم شفناه صراحه ابداع ابداع ابداع. بعد الهدف الثاني نتاع منتخب جزائري شفنا منتخب زيمبابوي ما قعدش يتفرج رد الفعل مباشره شفنا يمكن 5 دقائق لعب للمنتخب زيمبابوي منتخب جزائري واخر شويه شفنا معناها خاصه المخالفات المباشره موسونو ولا شكون هذا اللاعب اللي عنده دقه في المخالفات لولا على القائم لولا على القائم الثانيه هدف صراحه هدف عالمي في اللونجل نتاع لومبولحي صراحة صعيبة باش تشد يقلص بها الفارق منتخب زيمبابوي حتى لتوا 2-1 ويدخل حجرات الملابس بطبيعة المنتخب الجزائري منتصر 2-1 ومتقدم في النتيجة. في الشوط الثاني منتخب زيمبابوي شفناه دخل بنفس الضغط اللي فيه به الشوط الأول خاصة مع التغييرات اللي عملها المدرب تاع المنتخب الزيمبابوي عمل 4 تغييرات كاملة تخلي الفريشور فيزيك نتاع منتخب زيمبابوي يقعد في التوب دخلوا بنسق كبير ضغط كبير حبوا صراحة يعدلوا في النتيجة المنتخب الجزائري معناها وخر التالي سكر المساحات توصيات كبيرة خاصة للأظهرة واللي بيفو باش يغطيوا على بعضهم الكرة قاعدة معناها تتفك بطريقة ذكية من المنتخب الجزائري بطبيعة المنتخب الجزائري يقبل في اللعب يخاف أنه كانش يعمل بطبيعة اللي كونتر أتاك بأكثر نومبر متاع جوارات يقعد ظهره عريان وبطبيعة يتعادل في النتيجة هذاك علاش ما شفناش المنتخب الجزائري يمكن في كاميرا دهات متاع الشوط الثاني ما يعملش دي كونتر أتاك كبار يمكن رياض محرز على اليمين وحده القدام من غادي يعاونوا بطبيعة ديلور وبونجيح كيف تخل دونك تصير كونتر اتاك بنومبر قليل نتاع ملاعبيه خاصة انه كما قلنا المنتخب الجزائري عينوا على المنتخب الزيمبابوي اللي ينجم يغدروا في اي لحظه شفنا صراحه المنتخب الزيمبابوي بالخشونه نتاعو بالكونديسيون فيزيك نتاع ملاعبيتو عنده الفنيات عنده ملاعبيه تعرف تلعب كوره شفناه قاعد يسخن في هدف شفنا منتخب زيمبابوي عرف صراحة يلقى ثغرات صغيرة رغم الوقفة الصحيحة مع منتخب الجزائري واللي أبهرني اليوم في المنتخب الجزائري هو الكونديسيون فيزيك الكبيرة صراحة في سخانة كيف هذيك في ارتفاع معناها فوق سطح الأرض في أرضية كيف هذيك صعيب أنك معناها تنجم تقاوم كل الخشونة وكل كونديسيون فيزيك متاع اللاعبين هذوما اللاعبين أفارقة صراحة قوين برشا المنتخب الجزائري عرف كيفاش يقف عرف كيفاش معناها يبعد بطبيعة الفريق هذا ولا المنتخب هذا على الحارس مرمى لمبولحي ما فماش برشا فرص انضباط كبير برشا تكتيكي معناها الكره تتفك باكثر عدد ممكن من اللاعبيه شفنا اليوم قديوره خاصه في الشوط الثاني رغم السن نتاعو يجري الراجل 90 دقيقة ما بيلس كيف بالناصر بن رحمة على اليسار حتى شفنا رياض محرز يمكن هو أقل واحد يفوق في كورة بما أنه هو التوصيات الكل باش الكورة تتلعب عليه وتتقلب عليه وتصير الهجمة سريعة هذاك علاش يمكن المنتخب الزيمبابوي قلص في النتيجة لكنه ما قلصش في النتيجة من كورة متحركة من أتاك بلاسي قلص في النتيجة من ركنية بالاريتي تصير في الكورة توزيعة يضربها بطبيعة الأتاكون المهاجم تاع زيمبابوي تمشي لصاحبه يطلع صاحبه ويحط الكورة في الفيلي تعادل يمكن لمبولحي كان ينجم ينحاها الفرصة هذه بما أنه لمبولحي نعرفوه جول كبير عنده رفليكس كبير لكن الأهداف هذه تنجم تصير كونسنتراسيون ساعات تضيع
كما قلنا معناها 2-2 تعادل حتى لنا دقيقة 83. منتخب جزائري يعرف روحه النيل يخليه يترشح النيل يخليه يمشي الكاس افريقيا. هذاك علاش شفناه كيفاش عمل التغييرات نتاعو الجمال بالماضي، وصل جوارت نتاعو باش يعاود يطلع البلوك باش يبعد منتخب زيمبابوي على المناطق نتاعو، وقعد يجاري في العشرة دقائق اللي مازال وعرف يجاريهم صراحة. وشفنا كيفاش معناها وصل باش يحافظ على النتيجة ويوفى المباراة، توفى المباراة بنتيجة التعادل 2-2 ويترشح المنتخب الجزائري. بطبيعة أداء كبير برشا بالنسبة للمباراة هذه كيف كيف المباراة اللي فاتت في الألي. مبروك مرة أخرى، إن شاء الله ديما منتصر المنتخب الجزائري، إن شاء الله ديما ينورنا، وبالتوفيق بطبيعة الفرق العربية والمنتخبات العربية الأخرى. هذا هو الفيديو نتاع اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. كما قلت لكم ما تنساوش الجيم والدعم والاشتراك والحاجات هذيك الكل. نشوفكم المباراة الجاية والفيديو الجاي، نقول لكم بسلامة.